نحن كنعانيو مع الناس في سقطاع. انت البارح جينا نقطع يدي صباع تقطع والو ما كاينش هذيك اللعابه ديال شي حاجه اللي غتفيدنا في هذه البلاد. خويا هادشي كي خديته بالعصا وبالطنطين وبكل شيء هادشي باش خدينا التيكي ديالنا. خويا بزاف هادشي بزاف من 5 ديال الصباح ما كاين والو، من 5 ديال الصباح بنادم مرهون لا راجل لا وداد، كلشي ما مقطعش. ورقه ديالها 200 درهم، هي جوقه ديال بنادم عنده 150 درهم الورقه وحده ما عندوش حتى ما كايناش. النوار صحاب النوار واخدين النوار واخدين الكارنيات بزاف، الرجاوين تالكو بزاف، الودادين مازال شويه عندهم مرخوفه الدعوه كي تاهم راه ما لاقينش الوراق. جيت البارح لقيت الدنيا عامره بزاف مضاربه وداك الشيء، والانسان ملي كيجي كيخصو يصبر باش يقدر يوصل باش ياخذ هذيك الورقه. ولقيت الوقت صافي 11 سدو، رجعت عاوتاني اليوم مع الصباح لقيتهم سالاو وبقى غير دريبيل دريبيل راني يعني خديتها بالسلام وجيت. حتى 150 درهم هادشي هما اللي دايروا فرقوا الوراق بعضياتهم، اللي دا كتاب اللي دا جوج اللي دا ثلاثه وخلى الجمهور انا مكربص. راه شي معقول؟ راه ماشي معقول هادشي. كاين اللي بيت هنا وما خدش ورقته، راه خاصو يديروا حل هادشي. ورقه ب 50 درهم ولات ب 4000 راه بزاف. ما خدينا لا تيكي لا والو اخويا، راه بقينا مزاحمين على والو اخويا. راه من 4 الصباح وحنا هنا يا اخويا، راه ما كاين والو، ما خدينا حتى شي حاجه اخويا والو. انا بيت من البارح اخويا هنايا مع الجيت، جيت مع 11 جيت في التراموي انا والتشارك، جيت في التراموي بيت هنا اخويا، بيت هنا مع الصباح مني قطعت ورقه بالزز بالعصا، قطعت ورقه بالعصا تضربت في شي ثلاثه الزرواطات عاد باش قطعت ورقه باش نبدا. راه ما خديتش التيكي ديالي. ثانيا ان المغرب بعيد كل البعد عن تنظيم اي تظاهره رياضيه، حتى دوري رمضاني ما يقدرش المغرب ينظمه، فما بالك بكاس العالم ولا كاس افريقيا ولا. ثالثا كنتحدى اي مسؤول يجي هنا يشوف مؤشرات التنميه على وجوه ديال هادو اللي كيقطعوا التيكيات، لا سنان مقادين لا الباس لا والو. اخويا راه الشعب تيعاني وتيزيدوا هنا عاوتاني تيستحمروا الشعب في التيكيات. 10000 واحد جاي تقطع دايرين لها 1000 ورقه، شنو زعما تقاتلوا بيناتكم؟ ومن هنا كيبان لك اخويا المظاهر ديال الفوضى، ان الشعب ماشي مسؤول على الشغب، فهما اللي كيدفعوا للشعب للشغب. انا ولد بني ملا جينا باش ناخذوا تيكي ديال الرجاء و6 الصباح وحنا ما صناش الاوراق، والورقه دايره في النوار دايره 150 درهم. واشنو الحل دابا اخويا؟ الحل هي نصبروا تيتحلوا الكيشيات، انا وجه الرجاء ماشي مشكل.